بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا أهمية سبب النزول أو العلم بأسباب النزول وما يترتب على ذلك من أضرار علمية إن صح التعبير من جراء الجهل بأسباب النزول أو عدم معرفتها كما رأينا في الأمثلة السابقة، وأؤكد على أن معرفة معنى سبب النزول أيضا أمر مهم حتى لا تختلط الأمور علينا. في صفحة 132 المذكرة اللي نزلناها لكم بتكلم عن سبب أو عن ماذا يعني سبب النزول، فبدي هذا التعريف لازم يعني يحفظ ونحسن التطبيق عليه. يعني هو يقول مثلا ما نزلت الآية أو الآيات بسببه. يعني لو قال لك واحد شو معنى سبب النزول، شو سبب النزول؟ سبب النزول نحن عرفنا أولا أنه الآيات تنقسم قسمة ثنائية، هناك آيات في القرآن الكريم أو قسم من الآيات في القرآن الكريم له أسباب نزول، يعني له أحداث أو حادثات وله مناسبات نزل من في سياقها، يعني ما جاء إجابة على سؤال أو ما جاء تعليق على إيه على مناسبة، أو كما يقول هو الآن هنا قال فما نزلت الآية أو الآيات بسببه متضمنة له أو مجيبة عنه. يعني سألوا سؤال الصحابة، لما السؤال هذا سألوه اترتب عليه أنه جاء الجواب القرآني، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاءت امرأة مثلا تناقش النبي في شأن عائلي، المرأة اللي اسمها يعني خولة نزل فيها مطلع صوت المجادلة، خولة بنت أوس تقريبا، أو هو زوجها اسمه أوس بن الصامت، هي خولة لا أدري ما اسم أبيها. المهم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن الآيات لها سبب أو مناسبة أو حادثة جاءت الآية أو الآيات تعقب عليها. التعريف المطلوب حفظه مطلوب يعني فهمه، ما نزلت، يقول لك ما هو سبب النزول، يقول سبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات بسببه متضمنة له أو مجيبة عنه أو مبينة لحكمه زمن وقوعه. يعني لو نزلت الآيات فيما بعد تعقيب على معركة أو شيء، لكن في وقت ما بين الآيات وما بين المناسبة أو الحادثة لا يسمى هذا سبب سبب نزول. ولابد أن نستذكر دائما أن القرآن ليس كل القرآن له أسباب نزول، إنما هناك آيات كثيرة جدا كما أيضا ذكرناها في محاضرات سابقة، هناك آيات نزلت ابتداء دون أي سبب وهي أكثر القرآن الكريم، وهذا نسميه احنا بنسميه القسمة الثنائية. الآن بعض الناس أو بعض من كتب في علوم القرآن يذكر روايات عن بعض الصحابة أنه يعرفون سبب نزول كل آية، زي الرواية اللي مثبتة عن سيدنا علي أو ابن مسعود أو غيرهم، يقول لم تنزل آية إلا علم أحدهم فيما نزلت وفيمن نزلت وأين نزلت. هذه الرواية منقولة عن ابن مسعود وغيرهم، يعني هو بيقول فما نقل عن علي وابن مسعود وغيرهم من علماء الصحابة من أنه لم تنزل آية إلا علم أحدهم فيما نزلت وفيمن نزلت وأين نزلت. الأستاذ المؤلف عليه رحمة الله يستنكر هذا الأمر، ويقول الرواية إما أن تكون غير صحيحة وإما أن تكون رواية مقصود بها يعني في حدود ما يعلم الشخص.
لكن ليس معنى هذا أن القرآن كله آية آية له أسباب نزول، ولعل هذا في نوع من المبالغة. ثم يقوله: وقد عرفنا الصحابة منصرفين إلى تلقي القرآن مشغولين بجمعه. أو قبل ذلك يقوله برضو، بيقول يعني إيش أسباب خلت يتردد، اسمعوني كويس، خلت الأستاذ يتردد في قبول العبارة اللي هي منسوبة لعلي وابن مسعود، بأنه يعلمون كل آية في القرآن إمتى نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت. هو بيقول يعني أولا هذا يعني صعب جدا جدا جدا، الناس لها أشغالها والناس يعني في حياتها، والقرآن الكريم يتنزل في مناسبات متعددة، فمش معقول يكون هذا الشخص متابع لكل هذه المناسبات ولكل هذه الآيات الكريمة. ثم يقول سبب وجيه آخر لرفض هذه الرواية أو لعدم قبولها: فإن في عبارتهم نفسها، أي في العبارة هذه اللي بتقول إلا علم أحدهم فيما نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، يقول إيه: فإن في عبارتهم نفسها ضربا من التفاخر، صفحة 133، بالعلم يصعب علينا تصديق صدوره عنهم. طب هم يعني الصحابة نموذج في التفاني، فلما يجي الواحد يقول والله أنا بعرف الآية هذه نزلت إمتى ونزلت في مين وإيش السياق اللي نزلت فيه، كأنه فيه شيء من التفاخر، وهذا لا يتناسب مع الجيل الأول، جيل الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن في عبارتهم نفسها ضربا من التفاخر بالعلم يصعب علينا تصديق صدوره عنهم، يعني لا يمكن نقتنع أنه صدر عنهم مثل هيك كلام، لأن هم نموذج للتواضع سواء في العلم أو المعرفة إلى آخره، وهم الذين ضربت الأمثال بتواضعهم الجم إلى آخره. بعدين هو بيقول فكرة أخرى، يعني هو يناقش الادعاء بشكل أعمق، هذا الادعاء ادعاء أنه فيه سبب نزول لكل آية، وأنه فيه ناس تعلم كل آية نزلت إمتى ونزلت إيش يعني سببها وهكذا. يقول: وقد عرفنا أن الصحابة منصرفين إلى تلقي القرآن مشغولين بجمعه في الصدور والسطور، وكان كتاب الله يستغرق جل أوقاتهم، وكان يملك عليهم مشاعرهم، وكان الوحي ينزل على نبيهم في كل لحظة، أو على الأقل ينزل في أي لحظة بالآية والآيات بعد الواقعة. فهنا يستبعده أن يكون الصحابي، أي صحابي نسب له هذا الكلام، أن يتتبع كل هذه الأحوال التي نزلت فيها الآية أو الآيات. تفنيد الفكرة هذه مهم، ركزوا عليه، أي تفنيد فكرة أنه القرآن له أسباب نزول، يعني هناك سبب لكل آية، والادعاء الذي يقال إن بعض قارئ القرآن أو حافظ القرآن أو جامعي يعرفون سبب نزول الآية ليل أو نهار في أي مكان إلى آخره. هو يقول إنه هذا المعنى أو هذا النص أو هذه الفكرة صعب جدا تصديقها، أولا لأنه ما بيستطيع حصر كل أسباب النزول، الأمر الثاني أنه يستبعد على الصحابة هذا التفاخر. كذلك يتكلم عن دقة علماء السلف فيما يتعلق بأسباب النزول، مش أنه أي هيك حاجة على البال أو أي رواية يستقبلها يقول لك والله هذه الآية سبب نزولها كذا سبب نزولها كذا. لا يا أخي، القرآن الكريم هذا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولذلك لابد أن نتأكد أن هذا السبب هو سبب نزول الآية. عشان هيك حنشوف يقولنا إيه، يقولنا أنه فيش طريق نعرف بها سبب نزول الآية من غيره إلا الرواية الصحيحة والمسندة. شوف إيش بيقول مثلا: لذلك كان علماء السلف الصالح يتشددون
يعني بيدققوا كثير عندما يقال لهم سبب النزول هو الموضوع الفلاني والمناسبة الفلانية، لا يقبلون هذا الكلام بسهولة. وبيجيب رواية عن أحد التابعين يقول: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. الآن بدك تدقق وبدك تتحرى. ولذلك يقول هو في الأخير إنه الأسباب أو النزول أو علم أسباب النزول لا يمكن معرفته إلا عن طريق الرواية الصحيحة. إذا أنت مطلوب منك الآن كطالب تعرف أهمية سبب النزول، الأضرار المترتبة على الجهل بسبب النزول، تعرف القسمة الثنائية أن هناك آيات وهي الأقل يعني نزلت بأسباب، وهناك آيات نزلت ابتداء من دون أسباب، وتعرف كيف تفند الدعوة اللي بتقول أنه فيه ناس يعرفون كل آية فيما نزل يعني إيش 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 سببها. وتعرف الأخير الشيء المهم جدا ما هي الطريق، ما هي الطريق الموصلة إلى معرفة سبب النزول. وإحنا قلناها هيك بشكل إجمالي، وأنا حقرأ النص اللي وارد فيها. يقول لك إيه مثلا: وليس من الرواية، وليس من الرواية الصحيحة في هذا المجال قول يعني هو بيقول في عفوا يعني فوق خالص بيقول إيه، بيقول مثلا إنه نحن لا نعرف سبب النزول إلا عن طريق الرواية الصحيحة المسندة، غير هيك ما فيش. ها يقول: وليس من الرواية الصحيحة في هذا المجال قول التابعي. التابعي إذا أجى روى وقالنا والله إن طب أنت تابعي، هذا تابعي يعني رأى الصحابة ولم يرى رسول الله، ولكن هو بيشترط شرط أو هكذا اشترط علماء القرآن، قالوا عشان يكون رواية التابعي مقبولة لابد أن تكون رواية أخرى بجواره تدعم هذا الرأي. وكذلك ثم يقول: وبقبول خبر الصحابي الذي شهد التنزيل. من غير الصحابة لازم يكون فيه حاجة تعضد روايته، وبقول عنه حديث مرسل يعضد الرواية. الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي يعني ما جاء مباشرة من التابعي يرفعه إلى رسول الله، وهذا يعني الحديث كما يقول علماء الحديث هو من أصناف الحديث الضعيف بالمناسبة، لأنه التابعي يتكلم عن أنه سمع من النبي مثلا أو عن النبي مباشرة، ففي بيكون صحابي ليس موجودا يعني أو يعني سقط من الرواية. وبقبول خبر الصحابي الذي شهد التنزيل والتابعي الذي أخذ عن الصحابي، إلى أن يقول: ولعل التحقيق أو التحقق من هذه الوقائع جميعا هو الذي حمل العلماء على أن يحصروا. الله يرضى عليكم، سيبكم كلام اللي قلته أنا في الأول كله، هذه بتاخذوا بالكم منها كويس جدا جدا. لعل التحقق من هذه الوقائع جميعا هو الذي حمل العلماء على أن يحصروا يعني إيه الوسيلة لمعرفة أسباب النزول هي محصورة فيما سيذكره الأستاذ أو المؤلف، وهو قال: في الرواية الصحيحة. في الرواية الصحيحة. إذن لو سئلنا ما الطريق لمعرفة سبب النزول، هتقول لي والله معرفة سبب النزول ليس له إلا طريقة واحدة وهي الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي شهد التنزيل كان عايش أيام النبي. وهنا لابد أن نستبعد أشياء. قال: نستبعد الآراء الشخصية، بينفعش حد يعني يعرض آية قرآنية أو يتكلم عن سبب نزولها بشكل شخصي، وحيبدأ يذكر بعض الروايات وأمثلة وأنا أقرأها وأعلق عليها بإذن الله. شوف مثلا إيش بيقول، عبارة للإمام الواحدي. الإمام الواحدي هذا من أشهر من كتب في أسباب النزول، وله كتاب، له كتاب اسمه أسباب النزول للإمام الواحدي. يقول الإمام الواحدي، انتبهوا له عبارته مهمة جدا، يقول في سياق التأكيد
على أنه لا اعتبار ولا قيمة للآراء الشخصية في تحديد سبب نزول الآية أو الآيات، ولا يحل كلام الواحد، ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل من الصحابة اللي شاهدوا التنزيل وشافوا الآيات تتنزل تترى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب، يعني جدوا في الطلب، في طلب العلم. إذن هي الطريق المحصورة والوحيدة لمعرفة سبب النزول الرواية الصحيحة عمن شهدوا تنزيل الآيات، لا مجال للآراء الشخصية، لا مجال للاجتهاد في المسألة. وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب. بعدين بيذكر الواحد يتأسف على يعني بعض الناس تجرأ وذكر أسباب بغير اعتماد على الرواية الصحيحة. ثم عرض الواحد بعد ذلك صورة من تحرج السلف الصالح، يعني النموذج، هي معنى صورة، نموذج كيف كان السلف الصالح يتحرجون من القول على في القرآن بغير علم، سبب نزول تفسير آية أو شيء. ثم عرض الواحدي بعد ذلك صورة من تحرج السلف الصالح في القول بأسباب النزول مخافة الكذب على القرآن بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثم يقول هو في الأخير بيلقي يعني زفرة متحسرة، يقول: وأما اليوم، يعني في زمانه هو، مش اليوم يعني عندنا احنا، أما اليوم، يعني هو عاوز يقول أنه كان زمان قبله، هو قبل الواحدي، أنه كان الناس يتحرون ويدققون في ذكر الرواية المقبولة في سبب نزول الآية. لكن هو يقول: أما اليوم، يعني في زمانه، فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية. طيب إيش معنى كلام الواحد هذا؟ وما يعني وإيه الباعث عليه؟ معنى كلامه والباعث عليه إنه في زمانه أصبح هناك جرأة كثيرة، وأصبح هيك نوع من المهارات، نوع من المهارات أو اللي يعني الحذلقة إن صح التعبير، الكل عاوز يذكر سبب للآية، سبب نزول للآية. يعني هم بدأوا من نقطة، هذه النقطة هي إيه؟ الاعتقاد بأن القرآن لكل آية فيه سبب نزول، وبالتالي صار ألف. وحنشوف أحنا النماذج لهذا التأليف غير الصحيح، ولازم احنا ناخذ بالنا منه ونعرف إيش هو سبب النزول وإيش الطريقة لمعرفته. وهذا موجود في الكتاب من صفحة يمكن 132 تقريبا. نعم، قال، يقول هو كذلك الأستاذ المؤلف: ولكي لا نسلك، يعني ما نكونش زي المخترعين اللي ألفوا، بدنا احنا نضرب يعني نضرب أمثلة. وبدأ يضرب أمثلة بمين؟ بدأ ينقل نقول عن الإمام السيوطي. الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي عليه رحمة الله، هذا توفي في أوائل القرن العاشر الهجري، يعني قبل إيه؟ محدود يمكن 400 سنة تقريبا. يعني هو توفي سنة 911 للهجرة. والسيوطي هذا كان فقيها وكان عالم حديث ومفسر القرآن وعالم اللغة، يعني كان موسوعة كبيرة جدا. فألف كتاب سماه الإتقان في علوم القرآن، ناقش هذه القضية، قضية الادعاء أو الزعم بكل آية لها سبب نزول، وهذا ورطهم أو أوقع القائلين بذلك في مشكلات تاريخية وغير تاريخية، هنسمع نماذج لها. وحسبك أن السيوطي بعد أن ذكر الذين أفردوا هذا العلم بالتصنيف انتقد الواحد نفسه، الواحد اللي كان ينتقد الناس
اللي اخترعوا أسباب نزول للآيات وهي ليست أسباب حقيقية لأنها لم تأتي عن طريق رواية صحيحة ومسندة. انتبهوا يا ابن الله يرضى عليكم، انتبهوا للكلام ولن تقرأ الكلام مباشرة في الكتاب اللي معك أو المذكرة اللي معك. وحسبك أن السيوطي قد ذكر الذين أفردوا هذا العلم بالتصنيف. هذا العلم إيش هو يعني؟ أسباب النزول، العلم بأسباب النزول. ما لبث أن عرض بما في كتاب الواحد من إعواز. إعواز يعني فقر، يعني فقر للمعلومات، يعني فقر علمي. حتى الواحد نفسه اللي انتقد وقال الناس اللي بتخترع وبتعمل، هو وقع مسكين في هذه المشكلة. ثم عرض باختصار واحد اسمه الجعبري، مش شرطه للأسماء، احفظ بس الواحدي والسيوطي وابن حجر فقط. فالآن بيذكر هو إيه؟ نماذج على هذا الإعواز، يعني نماذج على هذا الفقر العلمي في معرفة أسباب نزول الآيات، مما دفع بعض الناس أن يؤلف أي رواية. فاسمع هذا النموذج، اسمعوا هذا موضوع النماذج والاستشهاد بالآيات، هذا أيضا مهم جدا جدا. الآن نسمع مثلا في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. واضح أن الآيات بتستنكر أو بتهدد الذين يعتدون على بيوت الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ويعني يعني فيها حكم ولها معنى عام. لكن هم العلماء هذول بعضهم تمحل، يعني تمحل يعني تكلف أن يذكر سبب نزول هذه الآية. طب يا أخ، ما لها سبب نزول هذه الآية؟ والله إذا عندك رواية صحيحة منسوبة لمن شهد التنزيل من الصحابة على العين والرأس، فيش عندك رواية ما تتكلمش. فالمهم أنه الإمام السيوطي بيذكر أخطاء هؤلاء الناس، فضرب مثال بهذه الآية وهيذكر إيش السبب النزول اللي قالوه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها. فإيش بيقولوا هم؟ بيقولوا أنه الآية نزلت في واحد من زعماء بابل القدماء اسمه بخت نصر، هذا قبل ميلاد المسيح. قال إن الآية نزلت في بخت نصر مثلا البابلي وأصحابه، فقد غزا اليهود وخربوا بيت المقدس. الرواية أتركها لكم، أنتم تقروها بإذن الله. المهم أعملها في إيه؟ وأعانهم عليها النصارى مش عارفين. فلكن يفند الرواية هذه الإمام السيوطي، يعني أنت عندك أمثلة على بعض آيات وذكرت لها روايات ليست صحيحة لأنها لم تعتمد على الرواية المسندة والصحيحة اللي بتوصل إلى الصحابة الذين شهدوا التنزيل. وهذا كلام ذكره الواحد اللي كان يحذر من هذا. لقيت بعد هذا الكلام الحقيقة تيجي عندنا صفحة 141 صيغ الروايات. انت لا تقرأ كل هذا الكلام، يعني في كلام كثير طبعا مش لازمة، انا ذكرت عنه يعني اضرب عنه صفحة. صيغ الروايات، طيب صيغ الروايات مرات تيجي صيغ واضحة جدا يعني لا تحتمل الا هذا السبب، ومرات تيجي صيغ ايه؟ تيجي صيغ ملتبسة. يعني عندك انت صفحة 42 يقول بيان سبب النزول في جميع الأحوال، ما فيش آية واضحة يعني سبب، يعني قد لا يأتي السبب مرات قاطع 100%. ها قال: واجهنا عقبات أخرى في صيغ الروايات المتعلقة بهذه الأسباب، فليست عبارة الرواية الصحيحة نصا، يعني مش مجرد رواية صحيحة وخلاص، لا بدك تشوف إيه النص، صيغة النص اللي أجت في الرواية، بل فيها النص الواضح وفيها ما يحتمل. يعني في يعني رواية يكون سبب واضح أنه النزول كذا وكذا، وفي سبب آخر في احتمال. إذن
في عندنا نوعين في بالنسبة للسير الرواية الصحيحة المنقولة عن الصحابة. في سبب نزول الآية في صيغتين شكلين، شكل واضح قاطع وشكل يحتمل. أنا هخلص الآن، لكن هأقول الآن بسرعة حقلها الرواية هذه. بل فيها النص الواضح وفيها ما يحتمل السبب وسواه. يعني مثلا فإذا صرح الراوي بلفظ السبب، إذا أجى الراوي قال أي في رواية عنا بتقول سبب نزول الآية كذا وكذا، يبقى هذا السبب إيه؟ صريح. لكن لو ما ذكرش كلمة السبب وقال والله الرواية هذه بتقول إنها الآية هذه نزلت في كذا، نزلت في من دون، بتكون تحتمل السبب وغيره. قال فإذا صرح الراوي بلفظ السبب، سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، أو أتى بفاء تعقيبية داخلة. يعني إيش بفاء تعقيبية؟ فاء العطف. يعني مثلا يقول والله جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا فنزل قول الله. فنزل ما دام في فاء فنزل قول الله، هذه عبارة صريحة في أنه هذا السبب نزول للآية. وجاب أمثله، قال لو يعني قال أو فأت بفاء تعقيبية داخلة على مادة نزول الآية بعد سرده حادثة ما أو ذكره سؤال إلى آخره. قال بضرب مثال يقول حدث، لو قال حدث كذا أو سئل عليه السلام عن كذا فنزلت آية كذا، فذلك نص واضح في السببية. أما لو اكتفى وقال والله نزلت في، فهذا ليس دليلا كافيا. بدك تقرأ هذا الكلام قراءة دقيقة جدا وتأخذ بالك من الأمثلة. وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.